الجلالة الموضوع ماشي معاها وواصل لفين. خليني أرحب بالدكتور أشرف حيدر القائم بعمل رئيس جامعة الجلالة. دكتور أشرف مساء الخير يا فندم. أهلا بك. مشروع مهم من مشروعات الدولة المصرية جامعة الجلالة. كلمنا عن جامعة الجلالة الآن اللي بيحصل وإيه المستهدف هيحصل فيها إن شاء الله العام القادم. الحقيقة أنا أولا بنتهز الفرصة إن أنا أهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادات السياسية بهذا الزخم الديمقراطي واستكمال مجلسي الشورى ومجلس النواب. نعم. وتوجيهات الاستراتيجية للدولة الحقيقة بدأت من فترة طويلة، من 3 سنين بالنسبة لجامعة الجلالة. نخش في الموضوع. أيوة. جامعة الجلالة، جامعة الجلالة في خلال الخمس شهور الماضية الحقيقة استطاعت أنها تستكمل هذا الإنجاز العظيم تحت قيادة طبعا ودعم مستمر من سعادة دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. نعم. والحقيقة جميع الجهات اللي في الدولة وطبعا الهيئة الهندسية القوات المسلحة لأن هم الجهة المنشئة لهذه الجامعة. صحيح. وإبيان بالشراء الموحد وجهات كثيرة جدا في الدولة ووزارة الاتصالات. وصل الأمر الفين يا فندم؟ وصل الأمر الفين؟ الحقيقة الحمد لله سبحانه وتعالى إحنا بدينا العام الدراسي بنجاح ببلندد ليرنينج بروجرام اللي هو التعليم الهجين بناء على التوجيهات السياسية من أول لحظة. وده كان الحقيقة مش مجرد تحضير فقط للجائحة كورونا اللي هي أصابت وزيادة الأعداء، لأن إحنا أوريدي كنا بادئين هذا النظام تحسبا لحدوث هذه المشاكل. وطبعا برضو لتحقيق الهدف الاستراتيجي من جامعة الجلالة والأهلية أن هي تكون جامعات ذكية. نعم. فالحمد لله سبحانه وتعالى استطعنا ان احنا نوصل الشبكات الخاصة بالانترنت اللي هي دي حاجة مهمة جدا لان هي دي كانت تحدي من التحديات طبعا وفي منطقة تبعد يعني عن القاهرة وعن المحافظة. يعني جامعة الجلالة دلوقتي الانترنت موجود فيها بشكل قوي. المباني التي تم فيها بدء الدراسة. أيوة. ان احنا عندنا حضرتك عارفة طبعا هكلمك على عدد البرامج اللي احنا ياريت حضرتك تقول لنا الدراسة اللي شغالة الان في هذه الجامعة وهذا الصرح الجديد. احنا عندنا 12 كلية حضرتك شغالين. 12 كلية شغالين. تمام. ايوه فندم. تخصصات الطلاب من يوم 17 اكتوبر. تمام. بدء دراسه مع كافه الجامعات المصريه. عندنا كم طالب في جامعه الجلاله؟ عندنا دلوقتي حضرتك 1200 طالب فيهم مجموعه 1200 طالب في اول باتش دخل جامعه الجلاله. نعم. متوزعين على كليات القطاع الطبي في كليه الطب البشري، كليه طب الاسنان، كليه الصيدله، كليه العلاج الطبيعي، كليه التمريض، كليه التكنولوجيا العلوم الصحيه التطبيقيه. نعم. في كليه العلوم الاساسيه دي برضو فيها مجموعه من البرامج البايو تكنولوجي والنانو تكنولوجي. في حضرتك طبعا كليه الهندسه والعماره والانتاج الاعلامي طلبه عندهم مدينه جامعيه. في مدينة جامعية حضرتك المرحلة. نعم. الأولى بدأت فيها وتحتوي على دلوقتي لأنه الدراسة دلوقتي عن بعد زي ما حضرتك كنت بتقول أعتقد ما زالوا موجودين ولا لا إحنا مش طبعا موجودين. بناء على القرارات الاحترازية الفترة الأخيرة الاحترازية وبناء على القرارات طبعا إحنا بدأنا من ساعة صدور القرار تحول إلى التعليم اللي هو أونلاين 100% 100%. هاي. وطبعا ده كان متجانس تماما مع نهاية التدريبات الكلينيكية أو العملية في المعامل. نعم. يعني الحقيقة كنا احنا يعني حاسين ان ده هيحصل فزودنا الجرعة فكنتوا جاهزين قبليها. وطبعا بدأنا من يوم 16 الاجازة لحين ان شاء الله يوم 20 ان شاء الله يا دكتور اشرف يعني ونلتزم بالاجراءات الاحترازية ونفسي اجي اصور حلقة كده عند حضرتك لصالة التحرير من جامعة الجلال ان شاء الله نتواصل معاك دكتور اشرف حيدر. كان مهم قوي والحكومة بتقدم بيانها